طب هل مثلا لو الطفل وقع نقعد نلاحظه قد ايه مثلا؟ يعني مثلا يقول لك مثلا نلاحظه 24 ساعه 48 ساعه. طيب بص، في نوع من انواع، يعني بمناسبه ملاحظه 24 ساعه، في نوع من انواع النزيف. انا يعني السيناريو اللي بيمشي بيه اوقات كتير ان مش لازم بقى طفل، حتى لو واحد بالغ يتخبط خبطه، وبالذات مثلا في الفص الصدغي او حاجه، وبعدين هو يقوم يوم يمشي ويقعد وساعه او اتنين وتلاقيه حصل دخل في غيبوبه تمام. الفكره هنا ان حصل مثلا تمزق في احد الاوعيه الدمويه الرئيسيه بتاعه المخ، ابتدى ينزف، بس النزيف هنا بالراحه جدا، نقطه في نقطه في نقطه. تظهر الاعراض لما النزيف يتجمع ويحصل ضغط على المخ، فده بياخد وقت، فتلاقي المريض اتخبط، جاله صداع مثلا يعني من الخبطه، هيقولها من الخبطه، وبعدين مفيش حاجه، وبعد ساعتين ثلاثه اربعه مثلا او اقل شويه او اكتر شويه حصل دخل في غيبوبه تامه، فابتدى يحصل ان هو يعني طب ما كان كويس، كان كويس بعد الخبط، كان كويس بس هي الفكره ان هو بيجمع. فعشان كده احسن اول 24 ساعه دايما بنقول، حتى الطفل وهو نايم معلش يعني انا عارف ان اللي هقوله تقيل بس صحيح بيزق المخده، انا عارف ما سد الام ابنها بيزق المخده، هنعمل ايه طيب؟ صحيح، لا صحيح، وتطمن ان هو صحي ويعني لا ما اقصدش، اقصد وهو نايم مثلا على السرير بيقعوا الاطفال كتيره بتقع من على السرير، هو امر طبيعي طول ما احنا عايشين هنتخبط، ما مش هنعرف نمنعها خالص. هي الفكره ان احنا بنقلل الاضرار بتاعتها على قد ما بنقدر، وفي نفس الوقت بنتابع المضاعفات اللي بتحصل منها عشان لو في حاجه حصلت نلحق نتصرف. هي دي الموضوع كله، لكن انا مش عارف امنع الوعاية. مين صح مين فينا ما وقعش؟ لو حبسته طب ما هو همنعه من الحياه يعني. طب لا قدر الله بقى الطفل اللي وقع وحصل له مشكله، ايه العلاج اللي انتوا يعني بتتبعوه لطفل وقع على راسه او على ظهره، تاذى العمود الفقري او اعصابه اتاذت؟ لا هو السؤال يعني ده حضرتك عايزاني جراحات المخ والاعصاب كلها نحاول نقلله شويه. حاضر. اول حاجه، هل حصل كسر في الجمجمه ولا لا؟ هل حصل نزيف موجود في المخ ولا لا؟ ادي اول حاجه من الفورا كده. لو في كسر في الجمجمه، هل الكسر اللي موجود ده ضاغط على المخ ولا مش ضاغط على المخ؟ هل النزيف اللي موجود ده حجمه قد ايه؟ هي التاريخ كله او يعني تاريخ جراحه الاعصاب كلها استاذ، اقدر اشوف الكميه اللي موجوده دي من النزيف تضغط على المخ ولا لا؟ وهل هي الكميه وحدد اذا كانت تحتاج تدخل جراحي او لا؟ بالظبط. هل هو محتاج ان انا اشيل الضغط ده من على المخ ولا مش محتاج ان انا اشيل الضغط من على المخ؟ وبعد كده درجة الوعي بتاعته هي المعيار الأساسي، من أهم، هي المعيار الأساسي مش من أهم، المعيار الأساسي درجة وعي الطفل، هو واعي ومستجيب وبتاع، في الغالب هيبقى الأمور ماشية كويس. في تدهور، في غيبوبة، مكان النزيف فين، ضاغط على إيه من المخ؟ المخ مش كتلة واحدة، مش هيبان غير بالأشعة المقطعية، مش هيبان في الأشعة المقطعية، وحجم النزيف مش هيبان إلا بالأشعة المقطعية، بيزيد ولا بيقل، هو ده يفرق معايا جدا. بالنسبة للعمود الفقري، هل الكسر حصل في الفقرة ضغطت على الأعصاب؟ هل حصل مشكلة في الضفيرة العصبية بتاعتنا اللي نازلة في رجليه أو في دراعه؟ اللي أقصده إن هنا يفرق معايا قوي إيه المستوى اللي حصل فيه ضغط على النسيج العصبي، وفين، ومدى الضغط قد إيه، وبقاله قد إيه. والتحرك كمان يا دكتور سريعا هو اللي هيفرق، التحرك يعني طبعا يعني كل أول ما يحصل أسرع، كل ما كان النتيجة المرجوة، لأنه أحسن. حتى الأب أو الأم مش هيقدروا يقيموا الحالة، يعني حضرتك قلت حاجات لازم الدكاترة هم اللي يقولوها، لازم يقول مقدار النزيف قد إيه، هل توقف النزيف ولا لسه مستمر، فين بالظبط على المخ، كل هذه التفاصيل مش هيعرفها غير الدكاترة طبعا. ولو أنا ما اتحركتش سريعا بعد الوقعة، لو لقيت أي علامة من العلامات اللي حضرتك ذكرتها، ده بيأثر بشكل كبير جدا على الطفل طبعا، ممكن يدخلنا بالزبط. في مضاعفات أكبر بالزبط.